يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا وكيل مدرسة، وأحيانا تأتيني بعض أمهات الطلاب فتكلمني في الشارع أمام المدرسة أو داخل المبنى في الممرات إذا أرادت أن تستفسر عن دراسة ولدها، فهل في ذلك شيء؟ وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك معها؟ يكفي أنك تتصل بالتلفون أو بالجوال ولا تأتي للمدرسة. الحمد لله الاتصال الآن ميسور بدون أن تحضر. نعم، فقل لها اتصلي، أعطى رقم الجوال أو رقم التلفون وقل اتصلي. نعم.